ده الوقت درك. إما النظام هذا إل أسيني لا سيتواسيون بوليتيك في الجزائر، يعني يصفي الوضعية السياسية في الجزائر ويسترجع ثقة الشعب وثقة المعارضين وثقة المواجهين وثقة الناس بكل، ويخلق قطب حقيقي ويعتمد على الشعب كمصدر للسلطة كمصدر للقوة. دو سامبلومون إما قاعد يعرض فينا للخطر. في حالة الخطر أنا جافيرتي هاد لو ريجيم الجيريان، داير كيحكيو علينا في الخارج ما يقولوش لا ريبوبليك الجيريان و لو ريجيم الجيريان، النظام الجزائري ماشي الجمهورية الجزائرية ولا النظام، صافي ما كان لا قانون لا والو، الجماعة اللي حاكمة يفوسو دي لي كود، باسكو لا كان هادو ما تهمهمش وحدة الجزائر حنا تهمنا. لا السلاح يقدروا يشريوه ما تكسرش راسك، حنا تهمنا والجزائر راهي في خطر. من الناحية الاقتصادية على بالنا بلي التجويع الاقتصادي سلاح من أسلحة الاستعمار، التجهيل التعليمي سلاح من أسلحة الاستعمار، هادو بكل معروفين. الجزائر تحت الاستعمار، تبون تحت الاستعمار، شنقريحة تحت الاستعمار، لكن هما يلعبوا الدور نتاع القايد والبشاغة مع المستعمر. الوغ كو درك حاليا نقدروا في الأوضاع الحالية السياسية العالمية تقدر الجزائر تخلص من الاستعمار بصفة نهائية. متى نرجع قضية اسبانيا؟ بزاف قريت دي ميساج البارح وانا شويه دايخ بزاف. واسبانيا اسمعوا شوفوا شكون خلق مشكل الصحراء الغربيه. اسبانيا هي اللي خلقت مشكل الصحراء الغربيه، اسبانيا هي اللي ما صفتش الوضعيه السياسيه نتاع الصحراء الغربيه اللي كانت مستعمره نتاعها. فوالا هادي تاريخ يهضر، واش من تاريخ مابقاش تاريخ، سي دي بريسيزيون اكزاكت باسكو البارح برك يهضر. الصحراء الغربية هادي اسبانيا طلقتها عيات، سوني دي باراسي طيشتها بين تعطيها الاستقلال، من بعد فينالمون قالت لك نص تاع لا موريتاني ونص تاع المروك، فينالمون المروك نيغوسيا مع لا موريتاني موريتاني قالت وديها ما عندي ما ندبيها. المهم مهما تكون الظروف والاسباب الجيوستراتيجيه، الجزائر ما عندهاش علاوه تزعف، ما عندهاش علاوه. نسمع في بعض الكلاب نقولهم كحاشا الكلب، انا نحب الكلاب شي با بعض هكا بف برك، والدبلوماسيه الجزائريه دات صفعه. شو من صفعه؟ هلا نقول لكم عندنا نظام سياسي ضعيف، كنت عندنا نظام سياسي قوي قال حبسوا حبسوا حبسوا، انتم استقبلتوا 3.5 ملايين اوكراني جو رابيل، مثلا استقبلتوا 3.5 ملايين اوكراني، عندي 150 ألف صحراوي ريفوجي، عندي انا ندير لكم بون ايريا وبابر، نديهم لكم لاسبانيا جيري لي توما. مانيش اونتي شامبر تاع اسبانيا برك، قال صاي الجزائر تقول انا الكونت على ريفوجي ما سحقش ربو، ديوه لاسبانيا المروك ما يروحوش هم توار، نجيب لكم 150 ألف لاجئ سياسي لاسبانيا وتديوهم بلادي باباكم الكلب باسكو فوز ات لوريجين دو بروبليم برك. ومن بعد ما عندي لا مشكل تاع الصحراء الغربيه لا بو على متيتيش، ربي يرحمه على كل حال سيتو. علاش تدعي السفير وباطاتي وباطاطا وباطا، ما عندي ما ندير به،
بالصحراء الغربية المسار ريان. بصح اللاجئين هادو تديهم اسبانيا، انا ما نمدهمش للموت، ديروا طيارات وديهم البرومي مينيستر تاع اسبانيا، اديهم عندك، ديهم البرشلون ولا الالميريا ولا انا نزيد ندير لك عفسه صحيحه، ندير لك من المسيره الخضراء ديال المغرب للصحراء، انا ندير لك المسيره الصفراء طالعين من تيندو في ابي وفي الكماين حتى البور نتاع غزاوات، من غزاوات نبعثهم لك وانت تسلك البابر. سي توا كي لي باي، سي طون بروبليم بوليتيك، سو ني با لو ميان، سو ني با لو بروبليم بوليتيك دو لالجيري، سي لو بروبليم دو لاسباني كي ا باكلي لو بروسيس دو ديكولونيزاسيون. يعني هي اللي خلطت هذا قضيه تصفيه الاستعمار نتاعها. لنزل ليه نحمل الهم الزبل اللي درتو حتى نهزو انا اون بلوس ما عجبكش الحال يبقى دي ربهم شنو ندير بهم انا خلاص انا نديرها بروموسيون ايموبيليير تما ما سحقهمش اديهم والله لوني تديهم لدارها نيويورك انا جون فو با فوالا سي تو هاي لا ديبلوماسي تاع الرجاله ما يمكنش با لا تيت جاي دورك ترجل وكذا هز ربهم اديهم عندك وتخدم تاو المروك بينك بينهم سي تو بون جو ريبوندر اوز ابل Je suis en ordre. Monsieur Rahmani. Madame, مساء الخير. Bonsoir madame, مرحبا بك. Bonsoir. Alhamdulillah, ça va. Le lendemain d'une opération et vous êtes déjà sur le front, c'est incroyable. Bravo Alik. Merci beaucoup. En espérant que Chabi il te bat dans le cas, parce que vraiment, je suis d'accord avec vous, l'Algérie est vraiment dans une situation où il classe. Ils sont arrivés à... Et là, il faut vraiment agir, il faut vraiment... qu'on relève nos manches qui m'aient relo, ou on donne un bon coup, on lavera notre linge en famille, notre linge sale en famille. Mais il faut vraiment maintenant que les Algériens y feront, et qu'il faut arrêter l'égoïsme et l'individualisme d'Aïna. Je parle surtout de la diaspora. Pas la diaspora, mais les Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger. Qu'on forme quelque chose de sérieux, de radical. Parce que là, on n'en peut plus. Les Algériens n'en peuvent plus et c'est notre dernière chance. Bon, on va essayer encore de s'organiser. Et c'est vrai, madame, ce que vous dites. La bulle d'air, yani, le coup de hawa, il y a le chab al-jazari, il y a Jim al-Kharj. Qui m'a fait ce travail, kif. Exactement. J'ai eu des appels récemment. Il y a où je raconte des rôles de ma. Il n'y a que vous, même les Algériens de l'intérieur, ils attendent les Algériens de l'étranger pour réagir. Ils nous attendent, c'est à nous de faire quelque chose. C'est à nous, il faut qu'on fasse. C'est à nous, les moulefants, c'est à nous d'organiser un mouvement politique. C'est à nous d'organiser la renaissance, si tu veux, de la révolution réelle et sérieuse contre le néocolonialisme. شي اللي داروه في 54 كونتر لو كولونياليزم بحال لازم نعاودوه نكملوه كونتر لو نيو كولونياليزم هذا ما كان فوالا اي مي فو فريمون كون لو فاس